مالك الا حل واحد، ان كان فريق دعمك بيعطيك هديه ولا بيعطونك هدايا، سلام مع اخوك. لا ما فهمت، كيف فريق دعمك يعطيك هدايا؟ فريق الدعم هم اللي يعطون هدايا، والمتابعين هم اللي يعطون هدايا، فهمت؟ يقطون يعني فريق الدعم؟ ما ادري عن طريقتهم، عاد لهم سيستم معين. يعطونها اخوك، يعطونها يوصون اخوك الاغراض، واخوك ياخذ ذا، حتى لو اخوك يجيبها اساسا. عبد العزيز امس جايب لي هديه. خلاص من فريق دعمك يا تعتبر. هم ماسك حساباتك، خلاص لي من فريق دعمك. افتكر. والله ان جاب هديه، بس تدري ما قال لي، ما قال لي الا حاتم الحربي النائب، قال ترى اخوك جاب لك ذي، وقال ما يدي اعطانا واف، ونسيت. رجع هديه والله من حول لي ابوي مجططن. لا هذا لا طلعت برا البرنامج دقيقه. انت روح بكلم محمد عيسى وبجي بشوفه. انت خليني ما عليك، بجيك بجيك ابلش. لا تخلي بجي. هيك نهي بس الحالي. الله لا ينشب مثل. الحمد لله أشكر. كيف الوضع اليوم؟ أنا في عشاشة اللي أنا. عشان ما تقولين ما انت ما تطلع عند. الو ادري صدى يا مخرج بقى اغني. لو سمحت صدى عشان اغني. صدى مش مكمن يا مخرج. هو عرب. يا ولد اربي. يا شيف تعال سولف الحالي على البث. الحالي على البث. وش؟ انا الوحدي على البث. ها البلا في شوفه طال عمرك. عايد على اللي عاد حبه لا يزال، عيد بلا لقياه ما له فايده. والله لا صوت ولا علوم غام. كيف خليتني عقب الجماعة وحيد. يلا خدمة. خليك لحالك يا ابن الذين. حسبي الله. خليك لحالك. طاح الفتخة طاحت. لا خاتم اللي طاح خاتم. هي فتخة صدق. ولد ايش اللهجات الغريبة. انا جيت وعرفت كلام جديد. عادي انا عرفت قاموس. الجنوبي ما عرفت اهل قطر قاموس جيلان. اهل قطر عندكم يا اخي. انا بس انا اذا فيها اطباء يتابعونا، في ناس خبره، صدق انا اعاني من ذا الشيء. انا صوتي اذا صحيت من النوم ويقني برقل يروح فيها. خلاص الله يستر عليك، بشوف لك المشكله. لا صدق اشرب يانسون. لا ما له دخل. ولا حلبه. مش دخل حلبة في الصوت غبي انت. ولا حلتيتا. لا صدق. لا اشرب اشياء حار ولا تشرب شيء. خلاص لا تكثر كلام سيد الدكتور. خلاص دز امها. خذ الشاي روح اذا بجي. رح رح. بس هي شمس يعني منها. شمس قد سطعت والجو جميل هذا اليوم، وفراشة قد قالت هذا فصل الصيف. غنيقتي قل. ما هو انا العيال كلوها، انا ما اكلت ما لحقت الا على اتلاه. فيه. رفيقتي قلنا هيا للنزهة هيا ما أجملها. داخل العيال كلهم وجاع اليوم. لا إله إلا الله. يعقوب يعقوب كيف حالك يا أبو
شلونك؟ شلون صحتك؟ بسم الله. الله يديم هالنعمة. وساعي سالم المنعور راعى المواجب قر من اصوك ما يهاب ما يهاب وش ما يهاب الموقي الطبع محاور هذا بعد تصفق اللي دخليته كذا منو مصارع لا مو مصارع ثاني جاهزون يا رجال اليوم تغديت غدا وين يعني شكرا حالي. البيت الرومانسي والله مدلعيننا بس لا عند بدر ايه غدا خاص وين رحت لهم ما لقيت سوالف وعيشه سيف احرق شوف لا عشان الصوره بس خلاص يا هذا ما اي والله ما شنو شعر انت الشعر لبعين باي نواف لا ابرك ابرك طين طين يا الجلسه ما العصر جلسه ايش حش شاي حش يلا سوق الشاي وازعج عندنا واحد طرف لي طرف لي اولهم ذا تبا ابو عبد الله تبا يا اخي انا احبك من قبل بس تدري متى حبيتك يا يوم دخلت معي الموت حبيتك زياده اجل اجل حلو اول ضحيه خير يلا يا برا برا خير نعم شوف 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 مش برا تغدى وخلص جهزوا لي مكان يا سيف افو عليك اسمع والضحيه جهزوها قدامنا